حديثنا هذه المرة عن حملة مدرستي في القدس التي أطلقها ملتقى كلنا مريم المهتم أساسا بدعم المرأة المقدسية. نرحب بالأستاذة هند المطوع رئيسة ملتقى كلنا مريم للحديث أكثر حول هذه الحملة. أهلا وسهلا بك أستاذة هند. أهلا وسهلا، حياك الله. يعني أخبرينا أستاذة هند عن فكرة حملة مدرستي في القدس. فكرة الحملة انطلقت من مبدأ المسؤولية، مسؤولية ملتقى كلنا مريم كملتقى عالمي لاعتماده واطلاعه على كل أوضاع الأسرة المقدسية. فحملة مدرستي في القدس تعتمد على الحياة المدرسية التي يحياها الطفل المقدسي، ولو صورناها طبعا وحطيناها بواقع بتجدين ميزان غريب عجيب. احنا أطفالنا أطفال العالم جميعا يستمتعون يوميا في رحلتهم إلى المدرسة ذهابا وإيابا واستعدادا سبحان الله متعة التعليم ومتعة الثقافة ومتعة اللعب في المدرسة، بينما في هذا الواقع الآخر الميزان الآخر تجدين الطفل المقدسي يعيش معاناة يومية خلال هذه الرحلة ذهابا وإيابا، قلق الأم عليه. نعم. في رحلة خطيرة، رحلة فيها مغامرة، فيها سبحان الله مخاطر كثيرة في طريقه إلى مدرسته والعودة منها. لذلك كان من أهم اهتماماتنا أن نسلط الضوء على هذا الواقع، الواقع الذي يحياه الطفل المقدسي ويؤثر بشكل سلبي على مستقبله وحياته وأيضا على أسرته. نعم، بما أن حضرتك ذكرت هذا الواقع دعينا نوضح أكثر ما أبرز المشاكل التي قمتم برصدها يتعرض لها بشكل يومي الطفل المقدسي فيما يتعلق بذهابه إلى المدرسة. نعم. أو حتى المشاكل الموجودة في المدارس المقدسية. نعم، فيما يخص طبعا الطفل المقدسي وما يتعرض له في طريقه، قد يتعرض يوميا بشكل يومي، هذا إما يتعرض إلى حاجز أمني يثير في نفسه الخوف والذعر، عندما يفتش وتنثر كل محتويات حقيبته تشكيكا في حركته وهو طفل صغير بريء، فهذه جانب. الجانب الثاني ممكن يتعرض لحواجز الفصل العنصري التي تؤخره وأيضا تثير في نفسه الخوف والقلق والرعب مما قد يحدث خلال هذه خلال وقوفه، فترة الوقوف في هذا الحاجز، دائما ما يتأخر عن المدرسة وقد يقضي اليوم كاملا أمام هذا الحاجز. نعم. سبحان الله. الأمر الآخر، الله عفونا الله وإياكم وحفظ أبنائنا جميعا، ما يتعرض له الطفل المقدسي من خلال ترصد قناص له لحركة معينة يشك فيها القناص، حركة الطفل سبحان الله قد تصيب هذه الرصاصة ويعود لأمه وقد انتثرت دماءه على كتبه وكراساته، بدل ما يعود فرحان من المدرسة بإنجازاته وعلمه. نعم. بناء على ذلك، ما هو دور مدرستي في القدس لحل يعني ولو جزء من هذه المشكلات؟ نعم. طبعا احنا نحاول نسلط الضوء على هذه الأوضاع بشكل كبير حتى تنتشر في العالم. من الإجراءات التي نظمناها مع فرقنا العالمية من خلال مريميات القدس وحرائرة. نعم. في كل العالم، أول نقطة اتفقنا عليها أن التنسيق لزيارات ميدانية لكل المدارس في كل دولة للتعريف بهذا الواقع ونقل الصورة الحية من خلال الفيديوهات المصورة حديثا، من خلال الإحصائيات فيما يخص التعليم يعني حصيلته، إضافة إلى نقل الصور الواقعية التي يحياها الطفل المقدسي وتأثير ذلك على أسرته وأمه. الأمر الآخر كذلك، استحثينا كل الفرق العالمية لدعم حملة عالمية كبيرة على كافة وسائل التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على هذا الواقع بكل تفاصيله. نعم. إضافة إلى أن احنا دشنا ما يقارب 3 مشاريع حاليا بالتعاون مع المؤسسة الداعمة لنا وهي وقف الأمة. جميل. في تركيا. أول مشروع يعتمد على دعم بنية المدارس بدعم وكفالة مدرستي في القدس وإنشاء مدارس ولو كانت بسيطة لكنها تستطيع كبنية تحتية أنها تعطي التعليم بشكل جيد وذو هوية وذو ثقافة عربية ودينية محافظة على بقاء الطفل. نعم. المشروع الآخر وهو دعم المعلمين بسبب ضعف رواتبهم وأيضا كذلك ضعف انتمائهم وعملهم، يعني المدرس ما يكفي قوته بسبب التمويل المشروط الذي تحصل عليه هذه المدارس والمعلم كذلك من قبل سلطات الاحتلال وبلدية القدس
تحت سلطة الاحتلال. المشروع الثالث هو دعم الأسرة المقدسية حتى تحافظ على كيانها وتحافظ على أن يعني قدرتها على رعاية أطفالها، فلا يتسرب الطفل من التعليم ويذهب للعمل حتى يدعم أسرته. هل الدعم سيكون مادي أم هنالك إجراءات أخرى لدعم المعلمين والأسر المقدسية؟ الدعم حاليا اللي يحتاجونه الثلاث مشاريع تحتاج دعم مادي بالطبع، لكن نحن نحاول قدر المستطاع أن نعين أنفسنا ونعين أهلنا. طبعا هم يحتاجون كافة أشكال الدعم، عفوا منك، يعني يحتاجون الدعم النفسي والدعم المعنوي، الخوف والرعب هذا كله يحتاج تعرفين دعم كبير من كل العالم. طبعا استحثينا احنا بالتواصل ان نوصل هذه الرسائل الى المؤسسات الحقوقيه ومنظمات حقوق الانسان اضافه الى الامم المتحده كي يقوموا بدورهم في ايقاف هذا الظلم وحمايه. اخبرينا كيف يكون الرد، يعني حين توصلون كل هذه المشكلات التي يتعرض لها طفل في هذا العالم، يعني وفي مدينه القدس تحديدا، الى الامم المتحده والمنظمات الحقوقيه، ماذا يكون الرد؟ اخفيك ما اخفيك قولا، يعني هذه من التحديات التي نواجهها، التحديات الكبيرة التي نواجهها. طبعا تطول الأمور وتحتاج وقت طويل، لكنها بفضل الله سبحانه وتعالى تصل، ولا بد، يعني ما يضيع حق وراه مطالب. نحن حثيثين ونستحث كل ما نملك من إمكانيات ونشحذ كل القوى التي نملكها من حقوقيين ومثقفين وأطباء ويعني مستشرفين في هذا الجانب، وخاصة الناس التي متخصصة في التعليم وأهمية التعليم، لأن هذا أستاذة إسراء مش يعني مش حرب عادية، إنما هي حرب ذات، هذه الحرب حرب وجود، نعم، فهي يعني هدفها إخفاء ومحو كافة المعالم الفلسطينية في الأرض، في الإنسان، في حتى بقائه. القطاع التعليم من أهم القطاعات في أي دولة، من أهم القطاعات التي تعمل على بناء المستقبل وليس فقط الحاضر، بناء الإنسان وليس بناء المباني. هم دمروا المباني وهدموا البيوت وهدموا المدارس، والآن يعملون على هدم الإنسان. هذا الطفل المقدسي هو الطفل الذي سيقيم هذا المجتمع، سيصلح مجتمعه. هم يحاولون أنهم طبعا يشوهونه، يغربونه، يزيلون كل معالم، حتى التاريخ ترى، نعم، في يعني ما يدرسون منهاج محرف، صحيح، وهذه ما تعانيها أيضا الأسرة المقدسية، في أنها يروح ابني إيش يدرس منهاج محرف مزيف، يزيف الحقائق، زيف التاريخ وأخفى كل الجرائم التي قام بها الاحتلال على أهلنا في فلسطين، إضافة إلى تزييف الحاضر والمستقبل كذلك. فالطفل يعاني بشكل كبير من حاضرة ومن، وطبعا مخفى عنها ماضي ما يسمعه من أهله، وهذه مش ما عاد كعلم، أيضا يعاني من الحرب على مستقبله. نعم. فأسأل الله سبحانه وتعالى لهم الثبات يا رب. أستاذة هند، أيضا في موضوع ملتقى كلنا مريم دائما السؤال المطروح، لماذا يتم التركيز أكثر على أهل القدس من خلال هذا الملتقى وحملاته؟ لماذا لا يتم التوجه مثلا لأهل الضفة الغربية التي يعاني أهلها أو أهل غزة؟ فحدثينا ولو بشكل مبسط عن فلسفة أصلا ملتقى كلنا مريم وحملاته، ولماذا تتوجه نحو القدس؟ هو بشكل عام يعني احنا توجهنا انساني، واستهدفنا اهلنا في القدس بالذات لانهم اكبر فئه محجوبه. نعم نعم، ما تصلها ما يصلها العون، وهي اكثر منطقه مسيطر عليها سبحان، نعم، الله. والهدف من السيطرة عليها هو طبعا تشويه الانسان، تغريب الإنسان، تشريد الأسرة المقدسية، إضافة بهدف طبعا أساسي وهو تفريغ الأرض من أهلها ثم تهويدها. نعم. وطبعا هي البقعة المطهرة والطاهرة، كل فلسطين طبعا أرضنا وبلدنا، لكنها كلنا ننتمي لها، لكن بالذات البقعة التي فيها المسجد الأقصى، فيها المسجد الأقصى عليها سبحان الله تعتيم أكبر وفي صعوبة أكثر، والمجاهدة حتى أنت تصلين لهدفك بإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أو حتى تقديم المساعدة بالدعم سواء كان المادي أو النفسي أو الاجتماعي أو حتى الإنساني، فهو صعب جدا جدا جدا. لذلك احنا نحارب لأجل الوصول لهذا الهدف وتحقيقه بإذن الله تعالى إن شاء الله. يعني حقيقة جهود مباركة، نرجو لكم التوفيق أنتم وجميع العاملين من أجل القدس وأهلها. شكرا جزيلا الأستاذة هند المطوع رئيسة ملتقى كلنا مريم. جزاك الله خير، شكرا لك.